ساعات، ولما جينا هنا لقيناها متوسط. ده حصل من طريقه الوضع اللي في الجاري ده. اه جينا قال لك من ضمن السبع المصابين جينا نبص في المستشفى لان هو الوحيد اللي مات في مجموعه المصابين. ربيع كان بيشتغل ايه؟ ربيع مخلص، ربيع مخلص معهد فني تجاري سنه 26 سنه، كان هيخطبوا له في العيد اللي جاي دوت والنصيب بقى. وطبعا شغال عامل بيشتغل ارزاقي اللي هو بيفرش بطريقه طلوات، يبيع مثلا شنط حريمي، يبيع اي حاجه، بياع متجوز زي اي بياع. هو ماشي رايح يفرش الساعه حوالي 6، ماشي نزل الساعه 6 الانفجار ده حصل. كيف الناس اللي بتزرع انفجار وتموت الناس؟ شايف الناس ازاي؟ واحد قايم الصبح عشان يزرع انفجار ويموت حواليه ناس كتير، شايف ناس ازاي؟ والله اللي انا شايفه الامن يعتبر قله في الداخليه، الداخليه دي يعتبر داخليه فاشله، وانا بقول على لساني.